الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو اللقاء يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع الدكتور عبد القادر المصري في برنامج الصحة والصيام. نتكلم على أحوالنا في رمضان. ها هو الشهر قارب على الانتهاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل في صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وكافة أعمالنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفرته في هذا الشهر، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعها، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن يشفي كل مريض في هذا الشهر. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافي كل من يتألم، اللهم اشفي كل المرضى، اللهم اعطي كل محروم. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا في هذا الشهر وجنة من العتقاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل ما نتكلم عليه، عادة علمتكم أنا كل شهر كل سنة في رمضان تعلمنا أن في نهاية الشهر نبدأ في الكلام على أداب العيد وكيف نتعامل مع تغير من التغير الذي سيحصل في أول أيام العيد، عندما نتحول في وقت ما كناش ناكل فيه إلى وقت ما بدنا ناكل فيه، ونتحول من صيام يوم كامل 17 ساعة إلى الأكل متى أردت وكيف ما أردت، ونرجع إلى حياتنا الطبيعية تدريجيا. كيف نحول علاجاتنا من الصيام في هالبنات جوني في رمضان وتوا نبي نحولهم إلى الإفطار، وكيف بيتحولوا؟ في ناس ما وصلتش فيها، في ناس تعدى الوصول إلي من نتيجة بعد المسافة، أو جوني في رمضان وقدرت لهم جرعات وتو بنغير لهم جرعات. كل هذا سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الثلاثة أيام القادمة. ويوم الثلاثاء بإذن الله تعالى إذا ما كان عيد يوم الأربعاء، وبلغونا دار الإفتاء وقالوا إن عيد الأربعاء، فحيكون حلقة الثلاثاء على أداب العيد. وإذا كان العيد ليس الأربعاء الخميس، فيكون يوم الأربعاء هو أداب العيد وحلقة أداب العيد. كيف نتزاور، كيف مرض السكري يتفاعل مع التغير اللي بيصير، وجود الحلويات، وجود العصائر والمشروبات، والنظام الغذائي اللي بيتغير، وكيف الكثير من الناس يصيروا من نزلة معوية أو يصير من تسمم غذائي نتيجة فتح المطاعم، والناس كلها تبدأ تاكل في كل المطاعم بدون يعني أي كنترول، لأن احتفال وعيد ونحتفل بهذا اليوم العظيم المعظم الذي يوم من أيام السنة الذي عظمها الله تبارك وتعالى وجعلها من أيام المقربة له، كما كأيام رمضان والأيام الأخرى المحببة لرب العزة تبارك وتعالى. قبل ما نخش في هذا الموضوع، هناك موضوع يكثر في الصيام ويكثر في رمضان، وإحنا في نهاية شهر رمضان، وقد يكون والسبب اللي خلاني جيت اليوم نتكلم عليه لأن اليوم هو وقته. فيعني رمضان عادت نكثر فيه مأكلة اللحم ومرقة اللحم واللحوم الحمراء والمعجنات وما إلى ذلك، وكل هذه الأمور ترفع من نسبة مادة البيورين في الجسم، أو مادة اليوريك أسد في الجسم، ترفع مادة اليوريك الأسد في الجسم. اليوريك أسد ما يسمى بالنقرس، أو ما يسمى بداء المفاصل، أو ما يسمى بداء الملوك جاود ديسيز، أو ما يسمى ب يعني التهاب المفاصل. هذا هو عادة يحدث عامل وراثي يتعذر فيه تصريف مادة البيورين في الجسم، فتتراكم مادة اليوريك أسد في الجسم، اللي هو اليوريك أسد يتحول إلى هو خلي 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 نطلع من هالموضوع عادي، خلي نمثله تمثيل يكون أحسن. شوفوا، أي حاجة بتشريها في حياتك بتلبسها بتاكلها بتقتنيها، حتى السيارة عندها مدة معينة وتنتهي صلاحيتها، ثم مصيرها يكون إن هي ترمى في سلة المهملات،
ثم نأتي نقتني بجديد ونأتي كندرة لبستها فترة من الزمن، من الكندرة تهدربت خلاص بنغيرها بنجيب كندرة جديدة بنرمي الكندرة دي. كذلك جسم نفس الشيء سوريا، كذلك أي حاجة ماكلة روايح أي شيء في حياتك، حتى الكمبيوتر حتى كل مختنياتك حياتك كلها، ساعة جاكة سورية سروال، كذلك جسم الإنسان. جسم الإنسان راهو مش معناه نبدرنا هرمون فلاني معناه بيقول ديما ذاك الهرمون الفلاني بيخدم بينا مدى الحياة، لا، في إحلال وفي تغيير، في ناس تموت تمشي تطلع جيت مكانها ناس جديدة، في خلايا تتجدد تنضج خلايا جديدة، تموت الخلايا القديمة، كرة الدم الحمراء تبدل بعض بعضها، كرة الدم البيضاء تبدل بعض بعضها، أنسجة الجسم مختلفة التي تكون ويتكون الجسم من خلايا فنسيج فعضو، خلايا تتجمع مع بعضها مع بعضها تكون نسيج، النسيج يتجمع مع بعضها يكون عضو، الكلوة بدت بخلايا، الخلايا تحولت هذه مجموعة خلايا دارت نسيج، النسيج صنعنا الأورجن اللي هو الكلوة، بل الكلوة هذه اللي ربك أعطاها لنا في جنابنا هنايا ولا الكبد والله مثلا الطحال والله مثلا المصارين ولا الأمعاء، هم نفسهم اللي تصنعوا من اللي عيل عمره سنتين إلى أو كيف انجاد إلى هو عمره 80 سنة، لا، إحلال وتجديد، تجديد عبارة عن عملية تجديد احنا ما نشعروش بها. من الذي يقوم بهذا التجديد؟ يقوم بهذا التجديد وظائف الجسم المختلفة. كيف يتجدد الخلايا؟ تتجدد بعضها البعض تكون نسيج جديد، يجدد النسيج نفسه، تتجدد تركيبة الكلوة أو تركيبة العضو ويتجدد. إذن هذه العملية الإحلال وعملية التجديد يخلف مواد ضارة في الجسم تالفة يجب أن تصرف فورا. كيف تصرف هذه المواد؟ أكثرها تصرف عن طريق أكثرها تتلف في الجسم وتتحول إلى مواد تالفة عن طريق الكلى، بعضها عن طريق الكلى أو أغلبها السواد الأعظم عن طريق الكلى، بعضها عن طريق أعضاء مختلفة مش نعقدكم، لكن الكلى أكثر شيء. من ضمن هذه المواد اللي هي مادة النقرس، مادة اليوريك أسيد. مادة اليوريك أسيد هي هذه مادة سامة يجب أن تصرف، يجب أن تطلع، ولكن عندما يتعذر تكسير مادة اليوريك أسيد إلى كناسة باش تتلوح الى مخلفات كرمكم الله وتمشي تتصرف وتتلوح، يصير عطب في هرمون في انزيم اللي يكسر هذه الماده. لما يصير عطب في تكسير هذه الماده يرتفع ماده اليوريك اسيد. ماده اليوريك اسيد تكون جزيئات زجاجيه في الجسم، هذه الزجاجات الزجاجيه تدخل بين المفاصل وتسبب لنا داء المفاصل، هذه هي ينتفخ ويلتهب وحده كذا، ولهذا ما عندك يوريك أسيد. هذا إذا كان العامل وراثي ما عندناش مشكلة في كذا، هناك عوامل أخرى تتسبب في إن مثلا وظائف الكلى يصير فيها عطب وظائف الكلى يصير هنا. من ضمن العلامات إنك أنت تعرف إن المريض بده يخش في فشل كلوي هو إن اليوريك أسيد يرتفع، الهيموجلوبين بتاعه يقل، اضطراب في المعادن في الجسم واضطراب في وظائف الكلى اليوريا والكرياتينين، وايضا ارتفاع في ماده الزلال. هذه الاشياء اللي نقدر نعرف بها. طيب ما نسوش الموزع الصوتي الظاهر على امامكم على الشاشه، اتصال بينا مباشره يا هيثم اذا كان في اتصال دخله لي باهي ماشي، او الرسائل عبر الاس ام اس رسائل نصيه 092 121 1966. اذا شنو أنا مفروض 121-1966-092 شنو ندير؟ أول حاجة أنا طالما عندي عطب وراثي ما عندي ما بندير، لا بقى كيف ندير؟ لو كان عطب في الكلى نقول والله أنا نرتبه الكلى ونعدله واحد، العطب الوراثي هدايا اللي يصير لي علاش يصير؟ يقولك والله ذيك العيلة كلهم عندهم ارتفاع في النقرس، عندهم داء المفاصل، أو فلان المعين بعيني. الأكل، الغذاء دي ودواء النقرس الأخير والأول ولا شيء بعده ولا شيء قبله هو الغذاء. ماكلتك ناقصة بروتينات، لأن البروتينات هذه تكون مثلا هرمونات أو تكلم واحد مثلا تتكسر هرمونات تكون هرمونات جديدة، البروتينات هذه تتحول إلى مادة زي اللي هي مادة اليوريك أسيد في الأخير توصل.
ماده البيورين تحول للكاسيت. وين البروتينات موجوده؟ شوف مصدر البروتينات شنو هو، مصادر غنيه بماده النقرس اللي تحول للنقرس، تحول للنقرس. نقول هاكم باذن الله تعالى بعد ما ناخذ ام علي. تفضل يا ام علي. مرحبتين بك يا ام علي. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل يا اختي. حالك دكتور؟ بارك الله فيك. تفضلي معك. صح معك، نسمع فيك يا اختي ام علي. نبي نسعر الغدد. الغدد تفضلي. يا سلام. الغدد الدرقيه عندي متورم شوي. تورم انتفاخ في الركبه. ايه به وين بالضبط؟ ترى قولي لي وين. في النص هنا وما في تفاحة دم، لان هالبناس متلخبطة. انتفاخ الغدة الدرقية وين بالضبط؟ يجي في الركبة. لا جنب هذا اليسر هكي هنا، او شوفيني من التلفزيون في جنابه، هو هكي مش جنب، ولا في السنتر في المركز. لا في الجنب اليسر، في الجناب عليه على طرفين الخصبة الهوائية. صح ايوه. ايه به. طيب شن تاخذي في شن تاخذي في علاج؟ لا لا ما اخذتش، خذيت العلاج لشيء. ما نسمعش فيك يا ام علي، قديش عمرك انت؟ والله يا 50. 50. عندكم في العيله مرض غده درقيه؟ لا لا ما عندكمش. طيب درتي تحليل غده درقيه؟ لا. بنديروا تحليل غده درقيه باش نتاكدوا. اذا كان لقينا تحليل غده درقيه عالي، معناها يعني قصدي في هبوط في الافراز او زياده في الافراز، هبوط الافراز، خمول، ترك دي هلبه، جفاف في الجلد، تسقط في الشعر، انخفاض ضغط الدم، العكس صحيح، نقص وزن، زياده وزن غادي كايا، ارتفاع الغده، نقص وزن، حسي قلبك دف 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 دف، رعشه في يديك، عرق تعرق شديد، وزنك انزل، اسهال، اضطراب الدوره في الجهتين، هذيك تاخر الدوره، هذه تجي الدوره اكثر من مره، هذه اللي هو اضطراب الغده الدرقيه يا اختي، فهمتي؟ فلازم تعرفي ايه. لازم تديري تحليل الغده هو الاول باش نعرفوا عندك. وجنبها يا دكتور حتى كيف الكيس كيف؟ والله ما نسمع فيها يا هيثم راه. جنبها كيف الكيس؟ كيف الكيس وجنبها؟ قال لك فيها كيس. ايه. لا الصوت كويس، غريت علي صوتها بس. اوكي. هي الغده الدرقيه تجي زي الفراشه، نقولها فراشه احنا بالطريقه دي، ها؟ الطريقه دي فراشه. لا هي بطريقه هكي، ها؟ هكي وبالتالي هكي وبالتالي هكي وبالتالي هكي. هذه غده درقيه. غدة درقية هذا فص يمين فص يسار وبالتالي مربوطة بهنايا، مرات يصير تكيس فيها الغدة الدرقية، إذا التكيس هذا مرضي يعني معاه هبوط في الغدة الدرقية نعالج ونعطي الهرمون، ارتفاع نعالج ونعطي مضاد الهرمون، ما فيش ارتفاع الراقب الكيس بس كان ما كبرش تقعد زي ما هي وما تخافيش منها تقعد مدى الحياة. باهي ما تخافيش كان كيس. نجوى ماشي أختي الله يبارك فيك يا أم علي. هي يا أم علي نديروا الترا ساوند ونشوفوها ونديروا تحليل الغده الدرقيه، لازم من تحليل الغده يا ام علي، لازم من تحليل الغده تشوفيه. نعم يا نجوى تفضلي. تفضلي نجوى. الو السلام عليكم. معك يا نجوى. عليك السلام ورحمه الله. تفضلي. الحمد لله. شكرا يا دكتور. تفضلي الله يبارك فيك. تفضلي. أدي بقول لك انا عندي السكر لمده سنه جايني او سنه وشهرين. باه اي شن تاخذي في علاج؟ ناخذ في المنظم حبه واحده في اليوم. قداش رقمه؟ قداش رقمه؟ قداش؟ نعم قداش جرعه المنظم؟ قداش رقمها؟ 500. باه تراكمي قداش؟ تراكمي 6 اخر مره قبل رمضان. امورك طيبه، استمري بنفس العلاج، حافظي على الماكله، نظمي ماكلتك، تريضي، فهمني كيف؟ وباذن الله تعالى السكر هذا حيختفي اختفاء كامل ولا تفكري فيه. وزنك؟ نتريض يعني. الوزن اهم حاجه. نيجي في 70 كيلو. الوزن لازم كم طولك؟ يمكن 160 جرام واحد ما نبوش زياده. حاولي تنقصي وزنك، تتريضي، تتمشي، امورك تمشي يا سلام عليها. باهي ماشي. باهي وعندي هيك مره يجيني نبض في الشرب السفلي، ما نعرفش منين يصير لي عوجاج، ما عرفتش لا شو يصير؟ نعم عاودي عاودي ما سمعتكش. يصير لي زي النبض في الشعب السفلي فمي هيك هنا هيك تحسيه يرعش هيك. ايه حاجه عاديه هذه. نعم ما فيش فيها ضعف في الشارب، انتفاخ، اعوجاج، حاجه عاديه هذه. ايه اعوجاج مش يقولك يتعوج فمك هيك يتعوج؟ ايه شويه ويولي. لا لازم تشوفي دكتور اعصاب. دكتور اعصاب لازم، اذا دكتور اعصاب يتعوج فمك معناه
معناها في حاجة غلط في منطقة ذكاية لازم تتصلح. لكن لما يتعوش غركي رفة بس زي رفة العين بالضبط، حاجة عادية عبارة عن أوعية دموية تعطي في الدم زيادة شوية بس في ذاك الوقت وتمشي. لكن كان يصير عوجها شوية يبدأ يشبد يشبد وبعدين يولي. معناها شوفي دكتور أعصاب، لازم أمراض أعصاب خلي دكتور ترانين ويشوف إذا كان في ضغط على العصب، والله ما فيش ضغط على العصب في المنطقة ذكاية، والله أنه هو في ضغط عليه محصور العصب والله حر، بتالي يشوف كان ما في شيء خلاص بتعديش عليه. منو؟ راضية، تفضلي يا راضية. أيوة السلام عليكم دكتور. مرحبتين بيك يا بنتي، تفضلي. عندي يا دكتور، عندي الوالدة بهي. الوالدة أمه. إيه. أي أمه إن شاء الله. يعني من 2009 كي تضرب في الإبرة متاع 30-70 كي. قداش تراكميها؟ والله توا في رمضان يا دكتور صارت لها هيك لخبطة شوية. رمضان تضرب في الإبرة متاع 30-70. أعطيني قداش قداش أعطيني تراكميها بنتي الأول ونقول لك كان رمضان ولا قبل رمضان. لا تو تراكميها 7. سبعة. والعادي والعادي 200. كان 7 كويس لكن كان 7 كويس لكن 200 هلبة. وتو في رمضان يا دكتور تضرب في إبرة صلاحيتها طايحة، هل لها أضرار ولا لا؟ طبعا كيف ما شفتهاش ما قريتهاش كيف ما تشوفش لا فيها؟ لا والله هي كبيرة شوية في العمر شوية. وانتو باي وين موجودين بنيتي ما تشوفوش الإبرة اللي تاخد فيها مامتك؟ والله انا بعيد عليها دكتور. به المهم معلش ان شاء الله ما يصير شيء باذن الله. قديش ليها صالح صلاحيتها قديش ليها طايحه؟ هي مش شهر واحد طايحه. لا لا شهر واحد وتو احنا في 3 ولا 4. ايه ان شاء الله خير ان شاء الله خير ما فيش بس باي. لكن المهم تتابع عند الدكتور وترجع للدكتور تبي تعديل جرعاتها خير ما يركب لنا. قلتي 200 انت باهي احنا 200 إيه. عالي شويه باهي ممكن لنا ما ممكن لنا الإبرة طايحة ما خدمتش وممكن إنه هو دواء ما يخدمش كويس بكل. نعم ودي ما تشكي من عيونها دكتور يرجع فيها وكي باه. إيه خلاص إن شاء الله بإذن الله تشوفي دكتور لازم بنيتي ولازم تعدلها جرعاتها وخلاص ما دام طاحت صلاحيتها وجبت جديدة خلاص غير انتبهوا إيه. انتبهوا لها وشوفوا لها دواها عاد ما يجيش منها هكي تخفيضات. لا بر ماشي هي بالسلامة بنتي يعطيني سعاد. إيه فضلي سعاد. سعاد سكي التلفزيون ان شاء الله. هاي تفضلي يا سعاد. هاي السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمه الله يا سعاد تفضلي. الو كيف حالك يا دكتور؟ تفضلي يا سعاد نسمع فيك يا اختي تفضلي. قلت لك بنسالك على الغدد يا دكتور. الغدد. انا ديما ندير في التحليل إيه؟ غدد ايه ديما ندير في التحليل يطلع كويس وناخذ الحبه 75 لكن قصة الحامل يعني يمنع فيها هو الغدد. ما سمعتش معلش يعني في دوشة في ودني. عاودي كلامك عاودي ترى ما سمعتكش كويس عاودي لي. يمنع فيها قصة الحامل؟ لا لا انت الغدة درتي تحليل انت قلتي عندي الغدة صح ولا لا؟ لا تحليلي ديما كويس عندي فيه. قبل عندك غدة عندك مرض الغدة الدرقية قبل انت؟ لا 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 هي سببها انا رميت مرتين طلع ان عندي غدد وبعدين اختي في لا 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 اختي في عشرات الغدد في الجسم. ما هي الغده اللي انت تتكلم عليها؟ الغده الدرقيه جبت وبعدها تو لي 6 سنين ما جبتش. الغده الدرقيه هي غده درقيه؟ ايه غده درقيه. اي قداش اخر تحليلها طبيعي؟ ها طبيعي تحليلها الاخير؟ لا لا ديما طبيعي ديما كويس تحليل. ملياش علاقة بالإنجاب ما نسيبش فيها. ملياش علاقة بالإنجاب. الغدة الدرقية تطلع في الحمل لأن البروسيس لأن عملية الحمل ممكن يضعف الغدة الدرقية نتيجة تفاعلات تصير في الجسم. لكن غير سمعيني لكن إذا كان الغدة الدرقية طبيعية لا علاقة لها بالحمل إطلاقا دوري مسبب ثاني. لا هي طبيعية بس الدورة تجيني يعني كما تقول في الشهر تجيني تسبب مرتين. والله ما فهمتك كيف الغدة الدرقية مش هي نقصة في الليد ولا ظفر طايح ولا كذا. الغدة الدرقية ما فيش حاسة ما تجيني في الشهر مرتين يا إما مرتفعة يا إما منخفضة يا إما طبيعية. ما فيش في الشهر مرتين تجيني منخفضة طبيعية. ها ناخذ الدورة سبعين. إيه ما ليش على حبة ناخذ 75 يعني كويسة.
معناها عندك الغدة الدرقية، قلت لي طبيعية. عندي غدة درقية من كشفتها من 2015. الطبيب يفهموه خيتي سعاد، الطبيب يفهموه يقول أني عندي غدة درقية. لا 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 لا، ما تحسش بأي أعراض أنا. أوكي طيب خلاص، ما عنديش أي أعراض. طيب خلاص تمري، ما دام تحتي في 75 وتحليل غدة درقية طبيعي متاعك، استمري على علاجك 75، أمورك طيبة، سلام عليك. الغدة الدرقية بنرجع لها، معلش يا هيثم، الغدة الدرقية نوعين، يا إما ارتفاع في الإفراز، يا إما انخفاض في الإفراز، يا إما إفراز طبيعي. يا إما انخفاض في الإفراز مصاحب بتدخم في الغدة أو غير مصاحب بالتدخم، يعالج بهرمون التيروكسين ناقص. يا إما ما هو إفرازها طبيعي وأمورها طيبة وفيها كيسة وكبيرة، نتابعوها ونشوفوها. ضايقة المريض، خنقاته، دارت له كذا، نقولوا له احنا عندك الحق، يلا ندير له عمليه نحوها او نحو من الفص اللي داير او الكيسه، او كبر الكيس او كبرت هي او تصفيها تغيرات. زياده في الافراز اما مصاحبه بتدخم او غير مصاحبه بتدخم، اذا مصاحبه بتدخم نتابعوها ونراقبوها ونعطوا علاج مضاد للافراز، اذا كان غير مصاحبه بالتدخم ومصابة بزيادة في الإفراز نعطي المضاد للإفراز بس ونتابعه فيها. إذا اثنين مع بعضهم نعطي المضاد ونعطي الواحد، إذا كانها طبيعية زي ما قلنا نرجع للكلام الطبيعي طبيعي. الغدة الدرقية يصير فيها اضطراب في عملية الإفراز أثناء الحمل، أثناء الحمل ممكن تهبط، ممكن تزيد، ممكن كذا، وعامل وراثي مهم جدا فيها. الغدة الدرقية لها تأثير مباشر على الدورة الشهرية عند النساء وعملية السمنة وعملية الضعف وزيادة الوزن، نقص الوزن، الرعشة، دقة القلب، حسب النوع. إذا كان نوع زايدة دقة القلب تكون زايدة، رعشة، تعرق، نقص في الوزن، عصبي، الدورة جي أكثر يعني أكثر فريكونتلي، مور فريكونتلي. بالنسبة للهبوط لا، الدورة حتى ملخبطة، لكن في سمنة، في جفاف في الجلد، في تسقف في الشعر، في خمول، في زيادة في الوزن. هذه إيه، وكل واحدة نعالجوها. وإذا تعالجت الغدة الدرقية، اسمي يا سعاد ويا أم علي، إذا تعالجت الغدة الدرقية وأصبحت طبيعية وتحليلها طبيعي ما فيش فيها أي مشكلة، أموركم طيبة، نمشوا للأورام في الغدة الدرقية، أورام حميدة، أورام خبيثة. الأورام الخبيثة في الغدة الدرقية هو عبارة عن أورام الأورام الخبيثة. عادة الخبيثة تحتاج أكرمك شفاني الله وإياكم والبعيد إلى استئصال كامل، وعندما يتم استئصالها ممكن نتعالج به حسب نوع العلاج وحسب ما يراه طبيب الأورام، حسب ما يشوف إذا كان منتشر ولا مش منتشرة. وإذا بعدها نتعالج بالهرمون مدى الحياة، لأن الحين الغدة ما عادش فيه إفراز هرمون، تيستش ديما عالي نعطي الهرمون. وإذا كانت الغدة احنا استأصلناها نتيجة زيادة في الإفراز وتدخم كبير أو تورم أو كيس كبر أو نقص في الإفراز وتورم أو كيس كبر، هذا يتعالج باستئصال، إما استئصال جزئي لأن الورم حميد أو استئصال كلي لأن الورم حميد ولكن منتشر في المكان كله. وإذا كان الغدة الدرقية تسببت لنا عملية اضطراب في الدورة الشهرية، فعملية علاجها و رجوعها لأن هي للطبيعي يفترض أن يختفي يا سعاد الاضطراب في الدورة الشهرية. طالما أن هناك اضطراب، طالما معناها دوري الاضطراب الثاني، وخاصة أنت اللي قلت، هي اللي قالت لي 6 سنوات مجنونين صغار ولا 6 سنوات. إيه ما علاقة 6 سنوات جباز صغار إذا كان الغدة الدرقية طبيعية وفراسها طبيعي؟ لا علاقة لها بإنجاب الأطفال، لأن هذا موضوع آخر، هذا موضوع مهم جدا. هذا فصلت لك اللي هو تكست بوك على الغدة الدرقية، حطيته لك في دقائق معدودة. ماشي، العلاج للغذاء، خد مكالمات. العلاج الغذاء، العلاج اللي يعالج ارتفاع النقرس هو الامتناع عن أكل اللحوم الحمراء بكافة أنواعها، مرقة، سردينة في الحوت، ماشي، والمحار في الحوت، كلامار، جمبري، سيبيا، قرنيط، أي نوع من المحار، مرقة اللحم نفسه في حد ذاته
تبعدوا عليه بقدر المستطاع. المواد الغنية مكتوبة في صفحتي دكتور عبد القادر المصري، لو بيورين دايت اللي هو المواد علاج النقرس الغذائي، مكتوب شنو هو الماكلة اللي هي غنية، الطحال والكبد والكلاوي والكبدة، وهذا ما كله ممنوعات اليوم الأورغان، هذا ما ناكلوا فيهم احنا في العصبان، العصبان واللحم الأحمر والرشت البرمة ورشت الكسكاس، رشت البرمة بالقرقوش ولا رشت الكسكاس بتاعنا احنا الترابلسية دي كاي اللي فيها السمن، كل هدية تمنحها لروحك ينزل لك. إذا كان مع الماكلة هدية وما زال قناع عالي، نعطوا في دواء اسمه زيلوريك البيرونول، نعطوا فيه سواء كان 100 أو 150 أو 300 باش ننزله. وإذا ما وقع الفأس في الرأس وصار الالتهاب وصار التهاب المفاصل، شن نديره بعد ما ناخذ المكالمة هذه؟ أقول لكم شن نديره، أعطينا المكالمة هاي. علي تفضل يا علي. اللي بعد هاي إبراهيم تفضل. هاي ألو. أيوة إبراهيم، سكر تلفزيون يا إبراهيم، الله يفتح عليك ويبارك فيك. ألو سكر تلفزيون، هلاش ما تسمعش فيه، اسمع فيه من التلفزيون. سكرناه. كويس، تفضل تكلم، اسمع فيك. اي الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ الحمد لله. الدكتور عبد القادر ولا منا؟ انا دكتور عبد القادر، تفضل. شلون صحتك؟ باهي الله يسترنا الحمد لله. الدكتور انا تعبت من 10 باهي وناخذ في القلم الرصاصي والبرتقالي. معناها امورك مش منيحه، كيف تاخذ في الرصاصي والبرتقالي؟ هاي قول لي. صوت ضعيفش مني. كيف تاخذ في القلم البرتقالي والقلم الرصاصي؟ اكيد في اضطراب في الجرعات. هذا علاش 10 10 10 10 ورصاصي؟ ورصاصي مره واحده قداش؟ ها 30. معناها الجرعات يبوا تعديل مازال تراكمي 10 وتاخذ في المنظم معاهم. الحبه هذا المصري اللي هو اسمه يا ربي مليتوفيكس. ها مليتوفيكس. ايه انت مريضي اللي هو 12 ملي هو على الالف 12 ونصف الالف. انت مريضي انت مريضي انا ولا مريض غيري؟ اسمع انا ما شريت انت مره ما عادش حصلت. لكن راجع دكتور في المطار هي اللي عطتني العلاج. لكن ما دام التراكم عالي معناها امورنا مش كويسه معاك، معناها احنا ما عالجناك زي الناس. كلنا مع بعضنا العيب فينا، لو سواء ما حصلتنيش ولا اللي قاعد يعالج فيك يا حاج. نعم نسمع فيك حاج ابراهيم. نسمع فيك. هيخود ركب تليفوني وابعث لي رساله تودي لك موعد نعدل لك سكرك. هاي ان شاء الله. هاي ان شاء الله. انت طيب يا حاج. هاي كيف ما حصلت؟ انت مريضي وانا مسؤول عليك. هاي نعم الحاجه من بشرى فجرة. اي الحاجه. أيوة. فجرة تفضلي يا حاجة. شن حالك يا بوي؟ أهلين، كيف حالك يا أمي؟ شو أخبارك؟ سلمك يا بوي، سلمك، صلاة رمضانك مبارك يا ولدي. الله يبارك فيك، رمضان كبرك إن شاء الله، تفضلي يا حاجة. الله فيك يا ولدي، والله توري فينا وإحنا في إمكاناتنا، الله يبارك فيك إن شاء الله. يا ودي يا ودي حاجة بارك الله فيك، نبو دعوة بس دعوة خير يا حاجة. الله يفتح عليك دنيا وآخرة إن شاء الله. آمين آمين أجمعين إن شاء الله. يسترك الله يسترك ويستر أولادك يا رب. والسامعين إن شاء الله، بارك الله فيك يا حاجة. نسألك يا أبوي أنا ناخذ الشيشة الخضراء. الشيشة الخضراء اللي فيها خط أخضر. إيه الحليب. إيه حليب. ما نعرفش عليه، مطها أخضر وخلاص. إيه زي الحليب معكرة بيضة ما هو. ومعها حبة اللنف على 50. 50 على الباء. وسكرك تراكم يومي قداش؟ آخر مرة لقيته 6.5. باهي مليح يا أمي والله كويس الله باهي. لا كل ما ناخذ الحبتين الغداء والعشاء ولا تو في السحور والفطور، الصبح نلقى فيه 70-80 وتجيني هبوط. معناها الإبرة قداش تاخذي في الإبرة؟ 30 نقصيها خليها 24. هي اللي مهبطة، هي اللي مهبطة السكر يا ماما. ولكن يا أولادي أنت ما عمرك حكيت لنا عليها احنا الشيشة الخضراء هذه. ما هو أنا ما نحبهاش. نحب هذا في مكانها انا، نحب هذا في مكانها. على خاطر انت توا شن شكيتي انت؟ من شن شكيتي توا يا امي؟ من الهبوط ولا؟ من الهبوط. على خاطر هذه الابره الحبه هذه الابره تسبب في الهبوط هلبه، هذا علاش ما نحبهاش انا؟ ونحبها ماني، هذوما الثلاثه واحده منهم
واحدة من هادو والله هادي معاهم واحدة منهم واحدة من الأربعة دو مايا هم اللي نحبهم أنا دو مايا اللي ما يديروش هبوط زي هذيك يايا يا إما هادي يا إما هادي يا إما هادي يا إما هادي الأربعة كويسات ومعاهم في أسوأ سيناريو في أسوأ وضع القلوب أم الخطة الخضراء فخلي ولاداتك تو اللي في جنبك يطلعوا يجيبوا لك القلم الرصاصي يا أمي باي إن شاء الله يا القلم الرصاصي وناخذوا منا 24 باش ما عادش يصير لك هبوط والحبيبات يقعدوا زي ما هم إن شاء الله يا أبي سلمك يا أمي هاي بسلام هاي فملا الله يسترك دنيا واخر الله يطول عمرك يا ولادي آمين والله أنا اللي شرحت أكثر من مرة غير لأنني ما نحبهمش ما نشرحش عليهم هلبة فهمني كيف اللي هم الإن والآر وأنا قلت أسوأ سيناريو بدل ما نعطوا 70 30 أمور مش طيبة ممكن نمشوا للإن والآر اللي إمكانيته ما تسمحش باي لكن عيب الإن والآر هو الهبوط لأن دواء يسبب في الهبوط كثيرا أكثر من التانيات نعم يا هيتم إيه باه ماشي إذن نرجعوا لموضوع حلقتنا باي ماشي لما جهزوا لي المكالمة هاي باي إذن قلنا إحنا يا موضوع النقرس إذا صار التهاب حدث التهاب كليس حب من الحم الأحمر ولبوز ويا زرادي ويا بورديم ويا الحم ويا مردوم ويا شي مردوم وشي مشوي وشي مقلي وشي كذا ارتفع للنقرس ما عدلش عليه ما دوره شي ما دارش تحليل دورا نهار من نهارات ناض الصبحية حرك صبع الكبير ما قدرش يحركه أحمر متبلفط يبقى معلش هاي متبلفط أحمر يشعل هكي غليظ ومش قادر يحركه ألم الألم متاعه ما نقولكمش عليه ألم قوي جدا النقرس معروف جماعة النقرس توا يقولوا والله إيه والله صدقت يا دكتور ألم ما فيش منه باي هذا لاش الوقاية خير من العلاج ماشي فذاك الوقت نبوا مضادات الالتهاب نبوا أفضل مضاد هو عادة يعطوا في الاندوسيد اللي هو اندوميتاسين اللي هو نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هم مضادات الالتهاب نعطوا مضادات الالتهاب لفترة لغاية ما يهف التو خلاص بالنسبة للدواء اللي نقص النقرس اللي يسبب النقرس تو الفاس وقع في الراس ما عندنا ما نديروا له تو بنجنبوه على جنب ما عادش يخدم تو باي لين نطلع من الالتهاب ونطلع من الالتهاب بأسبوع 10 أيام أسبوعين ولا اللي هو كيف يطلع ونعطوا العلاج بتاعه باي ما زال في سؤال مهم جدا واحد من أصدقائي أنا عنده مشكلته والله ياخذ في الدواء وأموره طيبة ولكن جيل التهاب تنقول لكم علاش ماشي إذا ناخذ الدواء الدواء هذا حينزلنا مادة حينزلنا الالتهاب حيخفف الالتهاب لأن الالتهاب شن في مرشة فصل المفصل تقشر في هذاكايا المفصل سبت ألم وسبت التهاب لين تدوب هذيك المرشة وتمشي في حالها والالتهاب يمشي في حالة وتنحي الاحمرار وتنحي الانتفاخ وتألم أسوأ حاجة إن لما يجي هنا النقرس لأن النقرس أكثر زوز الإمكانات اللي هو في هنا في المانديبلز وفي الصبع الكبير بيج ثو الصبع الكبير ماشي به يمشي الالتهاب بعد ما يمشي الالتهاب نحترم أنفسنا ونحترم المرض ونعرف إن عندنا النقرس وعرفنا الألم وعرفت كيف وكلينا كوية باهية مليحة منا وعرفنا الوجع متاعه نمشي ندير حاجتين ادواء النقرس اول شيء باش ننحو يوركسد يضل دائما يوركسد تحت السبعة عمره ما يفوت لنا السبعة ثاني حاجة ندير حاجة بخمسة ستة اربعة خمسة ستة اربعة كنبو ديما خمسة ممتاز ستة ممتاز باهي وبعدين نستمر في النظام الغذائي اللي هو الحل الامثل والوحيد أكل اللحوم الحمراء، أكل الدهنيات، أكل السردينة، المحار بجميع أنواعها والأورغنز اللي هم الكبد والكلاوي والدنيا دي كلها العصبان، المرقاز، الحم الأحمر، الحم الخروف، الحم الضان، الحم البقري، الحم القعود، الحم الفلود، الحم مش عارف شنو هو الحم الغزال، أي لحمة لونها أحمر ممنوع عليك حتى الحم الأرانب ممنوع عليك باي، لأنه بيتحولوا، نعم يا أم رمضان تفضلي أم رمضان حاك دكتور حتى المرقة مش تضحك عليك تقولي والله أنا كليت ما كليتش اللحمة كليت المرقة يعني حتى المرقة ممنوعة نعم يا أم رمضان تفضلي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي حاك مهي الله يبارك فيك أنا مشكلت عندي السكر الجلدي بخمس سنوات من أمتى الحمل جاري 5 years ديبت أوكي أها أعطيني تو درتها قبل رمضان تراكمي 7.2 7.2 أورايت يعني مش بطال
أوكي. وناخذ 500 ميتافورمين هذا الغداء يعني. أنا نغيرها 500 ما نخليهاش لما دام 7.2 والله هي مفروض الدكتور يقول لك، لكن أنا نعطوا كومبينيشن ثيرابي يعني حاجتين بحاجة واحدة يعني، نعطوا اللي هم مثل 50 في 500 ما حبة مرتين في اليوم أفضل لك بالنسبة لك أنت، ما عندكش مضاعفات، ما عندكش مشاكل، ما عندك كلاوي كويسات تحليل. شوفي شوفي باش تغيري دواك لازم تديري الآتي، لازم تمشي تديري تحاليل دهون وتراكمي وضيف كلى. دهون درته اسمعيني توا، دهون 20.6 قداش؟ 20.6. ما فيش ما فيش دهون على وجه الأرض 20.6 بك، ما فيش دهون. قصدي الدي ال دي هذه اسمها هي ال دي ال، ال دي ال ما فيش ال دي ال 20 تاخذي فيديو دهون انت 120 والسيرم يا دهون ثلاثية 103 يا أم رمضان اسمعيني الله يفتح عليك، امشي ديري تحليل اللي نقول لك عليه اني توا باهي تحليل دهون والتراكمي غير اسمعيني بس اللي درتيه باهي امشي للمعمل وقول له اللي مدرته ما تعودهوليش باهي وظائف الكلى وظائف الكبد باهي والدهون والتراكمي والفيتامين دال وفيتامين كي باهي وتحليل البول ديريهم كلهم وشوفيهم هم الأولين، وبعدين إذا لقيتي وظائف الكلى كويسات ممكن تاخدي حبة 50 في 500 طالما أن التراكم متاعك عالي شوية 7.2 تاخدي بعد الفطور وبعد العشاء حبة 50 في 500 يا أم رمضان الله يفتح عليك، أعطيني اللي بعدها 500 في 500 هيك نوعيتهم حبوها ما يجيش والله ما يجي بالتليفون بالتلفزيون ما يجيش أنا، أنا فهمت قلت كبري للطبيب متاعك قولي له سقي هاو تراكم متاعي وهم تحالي تبي تجيني يعني على راسي نحطك من فوق تبي تجي يوم مجمع الصحي إذا كان إمكانيتك ما تسمحش تعالي مجمع الصحي مجانا نجي نشوفك وغيرك أدوات ما يجيش يا جماعة الخير ما يجيش والله ما يجي يعني أنا ندف دفان بالقوة إني أنا نعطي قرار على التليفون على التلفزيون باهي مريض لازم نشوف تحاليله باهي أنا معلش هيت معطيني شوي باهي هب إني أنا أعطيتك 50 في 500 أو هب إني أعطيتك مثلا 50 في 1000 أو أي دواء تاني باهي وظائف الكلى ما ندروش عليها طلعت لا سمح الله وظائف الكلى مش مزبوطة مع العلم ان وظائف الكلى لما ظلها مش مزبوطه الالف والخمسمية والثمانمية وخمسين مفروض تتوقف ويسبوا اثر سلبي وانت ما تندريش ما درتيش وظائف كلى واعطيتك وحولتي من 500 للالف انضروا الكلاوي انا مسؤول قال لي عبد القادر المصري على التلفزيون كيف مش يتخذ القرار بعد ما مقابله شخصيه كامله وقياس الضغط وقياس السكر وتحاليل كاملة وبس بسباس ومن زرعة نسألوا عليه وتغطق والسلام عليكم كلنا ندوروه ونشوفوا وظائف العيون كشف العيون كيف وضعها ونشوفوا الدنيا كلها وقراءات السكر بعدين مقعمز أنا مستمخ وظهري الثاني مقعمز وأمري وعرفت كيف ومالي روحي وناخذ قرار وأنا متأكد أن قراري هذا هو الصائب والصحيح. أما دكتور والله أنا سكري عليا 5 سنوات تراكم متاعك 7.2 ناخذ في 500 نغيرها شنو نغيرها ما تغيريهاش لنديري تحليل مري خيتي الله يحفظك ويبارك فيك هذا مصلحتك ويصالحك واي واحد تكلميه في التلفزيون ولا معلش ولا تكلميه بالتليفون ولا تكلمي دكتور ويغير لك دواء على الواحد لازم تمشي الدكتور قبل ممكن يعطيك يغير لك حاجه مؤقته ممكن يعطيك حاجه مؤقته لكن هذه مؤقته بس اما ضروري انك انت تمشي للطبيب المتخصص. نعم يا هيتم خلاصوا خلاصوا باي هي في البركة خلاصوا هي ماشي والله في تليفون با قال الوقت خلاص ما عادش يسمح بأخذ تليفونات أخرى ورغم أن احنا عندنا والله هلبة بيتكلموا عليه لكن الله غالب احنا بإذن الله غدا إن شاء الله نلتقي مرة تانية زي ما قلت لكم نبدو في أداب العيد وكيف بندير وكيف نتحول من الصيام إلى الإفطار والتحول الصحي من الإفطار إلى الصيام زي ما كنا حولنا التحول الصحي من الإفطار إلى الصيام إلى اللقاء غدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.